أولا يمكن وصف الوضع في صفاقس بأنه مأساوي، مأساوي وغير إنساني بالمرة، نتيجة الممارسات اللي تعرضوا لها المهاجرين من جنوب الصحراء. وهذا الكل يتحمل مسؤوليته أولا السياسات الأوروبية غير الإنسانية التي قيدت حق التنقل والتي جعلت هؤلاء المهاجرين غير نظاميين عالقين في تونس باعتبار أن وجهتهم أساسا هي الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، دون أن ننسى دور بلدان الجوار التي تساهلت وأغمضت عينها خاصة عبر الجهة الغربية عبر الجزائر على كل التدفقات الوافدة عبر تونس. المسؤولية الثانية ترجع للدولة التونسية نتيجة سوء إدارة هذه الأزمة. كنا توقعنا منذ بداية شهر فيفري مع تصاعد الخطابات المعادية للمهاجرين وخطابات الكراهية أنه سنصل إلى هذه الخطابات، ستنتقل من الفعل الافتراضي إلى الفعل الميداني، وهو ما شاهدناه، إضافة إلى غياب الدولة في جهة صفاقس، غياب الدولة اللي فسح المجال لمجموعات منفلتة اللي بثت خطاب الكراهية عبر عديد المجموعات على الفيسبوك معناها، وتساهلت مع خطاب الوصم والكراهية، إضافة إلى تساهل بعض وسائل الإعلام مع هذه الخطابات والتطبيع معها وتصوير المهاجرين بأنهم تهديد أمني وتهديد صحي وعبء اقتصادي واجتماعي على صفاقس، وعلى أن المهاجرين هم وحدهم يتحملون أزمة التنمية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مدينة صفاقس. هذا خلى المجموعات هذه تنتقل إلى الفعل الميداني وتعويض الدولة، تعويض الدولة من خلال قيامها بعمليات إخلاء بالقوة لمنازل المهاجرين. الحالة هذه استغلتها عديد الشبكات الإجرامية للقيام بعمليات سلب البيوت هذه لكل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وحتى عمليات السلب هذه لم تسلم منها حتى بعض بيوت التونسيات والتونسيين، لأن المجموعات الإجرامية هذه حاولت استغلال هذا الوضع وركوب موجة طرد المهاجرين للقيام بمثل هذه العمليات. إذن مسؤولية إنفاذ القانون تحولت من يد الدولة والأجهزة إلى يد مجموعات منفلتة، وذلك ليش شفنا الصور المأساوية اللي صارت وشفنا الأحداث اللي صارت منذ أسبوع، وفاة معناها مهاجرين اثنين ثم وفاة الشاب التونسي اللي كان ضحية مثل هذه أحداث العنف. الدولة والأجهزة الأمنية أضفت الشرعية على عمليات الطرد وعمليات التطهير التي صارت داخل الأحياء من خلال مساهمتها في إخلاء هذه الأحياء وطرد المهاجرين إلى وجهات متعددة. اللي قامت الدولة بطردهم معناها وإخلائهم بالقوة تم توجيههم إلى الحدود الليبية في منطقة عازلة بين تونس وليبيا، وهي منطقة عسكرية مغلقة منذ سنة 2015 لداعية الحرب على الإرهاب. المجموعة هذه اللي تجاوز عددها 350 شخص بمن فيهم النساء والأطفال والرضع والحوامل والمشمولين بالحماية الدولية تركوا هكذا للعراء، وفقدنا الاتصال معهم باعتبار أن الهواتف اللي نجحوا في تمريرها حتى الشحن متاعها انفذ. هناك أيضا مجموعات تم توجيهها إلى الحدود الجزائرية تحديدا عبر ولايات توزر، ولايات قفصة وولايات القصرين. أيضا نفس المجموعات هذه نفس المصير هو تركها في منطقة حدودية ومحاولة دفعها إلى الجزائر، وهذا يتم بطبيعة من دون تنسيق مع الجانب الجزائري، واللي بطبيعته باش يحاول يدفع المهاجرين، وباش نشوف المهاجرين تقريبا في وضعية دفع أو معناها صد من الجهتين في ظروف مناخية اليوم نعرفها، دون أن ننسى البقية اللي حالة فرار تجه حاله الاتجاه إلى بقية المدن التونسية من خلال علاقاتهم معناها حسب الجنسية، وخاصة توجه إلى تونس الكبرى إلى سفارات بلدانهم من أجل إيجاد فرصة للإجلاء من تونس. دون أن ننسى أن هناك مجموعات مضطهدة، مجموعات لا تستطيع العودة إلى بلدانها، مجموعات معناها لا تستطيع نتيجة النزاعات، نتيجة الملاحقات السياسية، هناك الكثير منهم الآن مشتتون في المناطق الريفية في الأماكن المحيطة بصفاقس، مشتتون لأنهم يخافون من ظهور الفضاء العام. الأحداث هذه مش شملت فقط المهاجرين في صفاقس، اليوم عندنا حالة رعب أيضا للمهاجرين متواجدين في كل المدن، باعتبار أنه خروجهم إلى الفضاء العام يعني بالنسبة لهم إمكانية إيقافهم وإرسالهم مباشرة إلى الحدود الليبية أو الحدود الجزائرين دون احترام هويتهم، لأنه ثم ناس دخلت بصفة قانونية وثم ناس في وضعيات قانونية ثم ناس مشمولة بالحماية الدولية، أصبح الترحيل على اللون فقط وليس حتى على الهوية.
المجموعات أولاً الممارسات اللي قامت بها الدولة التونسية هي ممارسات ممنوعة وتناقض التزامات الدولة التونسية سواء في معاهدة جنيف سنة 1952، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية، الاتفاقيات الدولية لمناهضة التمييز ومناهضة التعذيب وغيرها. اليوم الناس هذوما توجدوا في أماكن معناها مهدأ، معناها أولا دفعهم إلى ليبيا اللي فيها أيضا عدم استقرار سياسي وفيها معناها توترات أمنية حاليا، تركهم معناها في منطقة معزولة تقريبا دون أي خدمات أو إمدادات إنسانية أساسية كيف كيف على الحدود الجزائرية. هذا يعني فقط هو إرسالهم إلى موت بطريقة غير مباشرة. مجموعات هذه بطبيعة ستحاول في البداية المرور إلى هذه البلدان لكن ربما قد لا تنجح وقد تضطر إلى العودة إلى تونس في مثل هذه الظروف، وفي ظل غياب الإمدادات وفي ظل العوامل المناخية نخشى اليوم أنه باش نشوفوا كما في شهر الفارط بعد كل مدة نكتشفوا جثث تاع مهاجرين مرمية في أماكن معناها خالية أو في أماكن ريفية أو في أماكن نائية، لأنه هم الأماكن اللي اختاروها باش يختفوا من موجة العنف اللي تعرضوا لها في المدة الأخيرة. تقريبا ما يقع في تونس خاصة خلال المدة الأخيرة هو في صميم استراتيجيات الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي في علاقة بصد التدفقات مش فقط يزود دول الجنوب ولا الأنظمة المتعانة معاه بالمعدات العسكرية أو غيرها. شفنا رأى مثلا إيطاليا في السنوات الفارقة استقبلت حتى تجار البشر في ليبيا، معناها البيجا وغيره من القادة الميليشيات الليبية اللي مشوا إلى إيطاليا معززين مكرمين رغم الانتهاكات الكبيرة تاع حقوق الإنسان. اليوم إيطاليا ومن وراها الاتحاد الأوروبي هي هدفها خلق معناها منطقة عازلة، خلق بيئة طاردة في تونس للمهاجرين. اليوم معناها تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية من نجم يخدم كان الأجندة الأوروبية. اليوم الأجندة الأوروبية يساعدها تغذية هذا الخطاب في تونس وامتداده سواء لدى هيكل الدولة وإلا لدى المجتمع التونسي، وتحاول تقوم بتغذيته بطريقة غير مباشرة، وتحاول هي عن طريق الاستشارة الأمنية تقدم ربما بعض مخططات الطوارئ معناها اللي قاعدة تطبق حاليا في إصفاقس بما فيها مسألة الإخلاء بقوة. اليوم الاتحاد الأوروبي للأسف مش فقط يستغل في أجهزة الدولة التونسية للعب دور الحارس، اليوم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدا ولوا يستغلوا في المجتمع التونسي ككل للعب دور الحارس، لأنه اليوم جزء كبير من المجتمع التونسي كان ضحية البروباغندا هذه نتاع الكراهية والفالسيفيكاسيون تاع لي فيديو والستاتيو فيسبوك وغيره، وتحولنا أو تحول جزء كبير من المجتمع بطريقة غير مباشرة إلى حارس للحدود الأوروبية. معناش ماهوش الحارس بمعناها بعصا البوليس وإلا بالخافرات وإلا بالطائرات دون طيار، لا، اليوم حارس بخطاب الكراهية. خطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين هو جزء من مقاربة أمنية أوروبية لمن وجود المهاجرين أصلا في تونس. الاتحاد الأوروبي وتونس والمنظمات الأممية كانوا منذ سنوات عملوا مخططات طوارئ في علاقة باحتمال تدفقات كبيرة للمهاجرين من ليبيا أثناء التوترات الأمنية اللي عرفتها ليبيا خاصة في سنتي 2018 و2019. وهنا نذكر أساسا مخيم بير الفطنسية اللي وقع اختياره في منطقة رمادة، واللي المخيم هذا لن يكون على شكلة مخيم الشوشة. مخيم الشوشة كان تحت إدارة المنظمات وكان مخيم مفتوح. مخيم بير الفطنسية هو أشبه بسجن عسكري، سجن معناها كبير يتسع للمهاجرين. بالطبيعة الأوضاع في ليبيا تغيرت، لكن اليوم اللي قاعدين نشوفه فيه حاليا من خلال نقل المهاجرين للمناطق الحدودية وكأنه عودة بطريقة غير مباشرة إلى إنشاء مراكز حجز للمهاجرين في المناطق الحدودية تحت حجة التعامل الإنساني وإيجاد حلول لهذه الأزمة. إذا عندنا تخوفات كبيرة أنه يتم تركيز مخيمات حجز على الحدود الليبية وعلى الحدود الجزائرية للمهاجرين غير نظاميين، وتتحول بذلك تونس إلى منطقة معناها فرز للمهاجرين، وهو المطمح اللي يحب يوصله دائما الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو على استعداد للتمويل المباشر لمثل هذه المخيمات الحجز. اليوم نحن شو نقبله في الحد الأدنى؟ في الحد الأدنى نجم نقبله مراكز إيواء مفتوحة، مراكز إيواء ما تكونش بعيدة على المدن باش نجم تسهل
التواصل المهاجر ما يحسش روحه معزول. مراكز الإيواء المفتوحة هذه تنجم تكون تحت رقابة الدولة والمنظمات الأممية والمنظمات الوطنية، تكون فيها كل الخدمات الإنسانية متوفرة، نجم تكون حل وقتي للمهاجرين غير النظاميين العالقين في تونس. لكن الحل الأساسي بالنسبة لنا في المنتدى يبدأ بتحميل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته والعمل على إيجاد مسارات آمنة لنقل المهاجرين العالقين في تونس واللاجئين. وهذا راه صار في مناسبة سابقة، في برامج سابقة، صار مع ليبيا في ليبيا في علاقة بيع التوطين تاع اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. كيف كيف نجموا هذا البرنامج الاتحاد الأوروبي بمساعدة المنظمات الأممية نجموا نبحثوا على مسارات لتنقل للمهاجرين واللاجئين العالقين في تونس.